السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. نعم شيخ مصطفى معايا؟ هي معك. أسعدنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة يا رب آمين. تفضل. يا شيخ معانا بعد الصلاة مباشرة وإمام يخطب بعد الصلاة مباشرة، أقول أذكار ولا أستمع له؟ الإمام إيه؟ يخطب؟ بعد الصلاة مباشرة ممكن كلمة. بعد صلاة الجمعة؟ لا بعد الصلاة العادية الظهر والعصر. يعني بعد أن تنتهوا من صلاة العصر الإمام يلقي كلمة أخرى بعد وموعظة بعد العصر. اختم أيوة. نعم. كمل صلاتك، كمل عفوا أذكارك، مفيش مشكلة. أكمل أذكار. نعم ماشي يا شيخ، ألف شكر. الله يسلمك.